أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام فيما أسروا وما أعلنوا وفيما بلغني عنهم وما لم يبلغني الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأزكى السلام على المبعوث رحمة للخلائق أجمعين سيدنا المصطفى أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ثم اللعن الدائم على اعدائهم ومخالفيهم وجاحدي امامتهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين كنا قد أصلنا في محاضرة من المحاضرات غير البعيدة، أصلنا هذا المبدأ، وهو ضرورة التعايش مع حالة الاختلاف والتنازع والتباغض. وأن الذي بيدنا هو مع تقبل هذه الحالة ألا نجعلها تمتد لتحدث اقتتالا أو سفكا للدماء نحاول قدر المستطاع أن نضيق حالة التنازع والبغضاء لنجعلها تنحصر فقط في دائرة الجدل الفكري والكلامي. اما ان تمتد الى افعال جوارحية على الشارع فهذا مما لا ينبغي. لأن على كل حال نسعى بكل ما أوتينا من قوة إلى التعايش السلمي بيننا وبين مختلف الطوائف والملل والمذاهب. نحن دعاة سلام لسنا دعاة سفك للدماء. لسنا دعاة حرب، ولكن نحن دعاة حرب في اي مجال. حرب على الفكرة لا حرب على الإنسان بما هو إنسان. الإنسان لا نحاربه. انما نحارب الفكرة الخاطئة المغلوطة التي يحملها هذا الانسان. المعتقد الباطل الذي يحمله هذا الانسان نحن نشن عليه حربا. نعم في موارد استثنائية قد يتشخص الباطل والطغيان في شخصية انسان ما الباطل والطغيان يتشخص بهذه الشخصية شخصية اجرامية او ارهابية او مضلة على النحو الذي يجرف البشرية الى الهلاك في الدنيا والاخرة فنحن نحارب هذا الانسان ولكننا لا نحاربه بما انه انسان لا وانما لنزوع هذا الانسان الى الاجرام الى الطغيان الى نشر الباطل الذي يجرف البشر الى الهلاك فإنا نحارب هذا الإنسان كمقاومة فطرية طبيعية، شرعية، أخلاقية لكل مجرم، لكل طاغية من الطغاة. هذا المبدأ أصلناه غير بعيد، ولكن لهذا الكلام تتمة مهمة، وهي ماذا؟ في مجمل الاحيان من اجل ارجاع او اعاده الشرعيه ونعني بها في محيطنا الاسلامي الحكومه الشرعيه ونعني بالحكومه الشرعيه لا هذا المفهوم المضيق وهو نظام الحكم الحكومه بما هي حكومه لا وانما نقصد بالحكومه ها هنا اقامه الدين وبعباره اخرى الهيمنه الاسلاميه لسنا نتحدث عن الحكومة بالمفهوم السياسي الضيق لا وإنما نتحدث عن الحكومة بمفهومها الأوسع وهو الهيمنة الإسلام لا بد أن يهيمن على الدين كله هذا حكم الله ولا بد لنا او لا بد علينا نحن المسلمين من ان نمتثل لحكم الله فنسعى لهيمنه الدين على الدين كله. يعني شنو؟ ما معنى الهيمنه؟ لا بد ان يكون هذا العالم مهيمنا عليه من قبل الاسلام وقوانين الاسلام لا بد ان تكون الاجواء اجواء صحيه اسلاميه نسعى في ذلك بالفكر بمقارعه الحجه بالحجه نسعى في ذلك بالتبليغ الاسلامي لاقناع الجماهير لاقناع الشعوب بان تعتنق الاسلام وتطبق الاسلام هذا كله نسعى اليه ولكن عاده بل قد يكون هذا لازما عادة ما تواجه هذه التحركات التي تسعى لاعلاء كلمة الاسلام، وبسط نفوذ الاسلام، وهيمنة الاسلام، عادة ما تواجه بحرب ومعارك. رسول الله الاعظم صلى الله عليه واله طرح فكرا انجاز التعبير طرح عقيده تكلم اول ما باشر حركته انما تكلم دعا الناس الى الاسلام هل سل سيفا أسل سيفا على قريش في بداية البعثة أتحدث كلا إنما هم بادأوه بسل السيوف هم شنوا الحرب عليه شنوا المعركة عليه فما كان له إلا أن يدافع عن مهمته عن مشروعه وهو مشروع هيمنه الاسلام والقضاء على الباطل والطغيان المتمثل في قريش ودين قريش وفكر قريش وثقافه قريش وتحرير المقدسات المسجد الحرام الكعبه المعظمه تحريرها من قبضه اولئك الوثنيين المشركين واجهوه بالحرب واجهوه بالسيف واجهوا اتباعه بالاضطهاد بالقتل بالظلم بسفك الدماء فلم يكن له من محيص عن ان يبادلهم القوه بالقوه معركه بمعركه كان يحرص صلى الله عليه واله على التعايش كان يحرص على نشر السلام والامن ولكن ماذا يصنع مع اقوام لا يفهمون الا لغه القوه ماذا يصنع مثلا مع الغدره الذين غدروا يهود المدينه يهود بني قينقاع يهود قريضه يهود بني النضير هؤلاء حين حكم النبي صلى الله عليه واله وهيمن على المدينه المنوره بمبايعه شعبيه من اهل المدينه المنوره اهل المدينه المنوره أهل يثرب هم الذين استقدموه هم قالوا تعالى يا رسول يا رسول الله وكن علينا حاكما كانت هنالك فئه من أهل يثرب من اليهود رسول الله ما أكرههم على شيء بل على العكس قام وسن دستورا عظيما من اروع الدساتير التي تحفظ التعايش المشترك. سن هذا الدستور وهو منقول في التواريخ فيه بنود ماذا على المسلمين وماذا على اهل الكتاب على اليهود. وماذا للمسلمين وماذا لأهل الكتاب، الكل تعايش تحت ظل رسول الله صلى الله عليه واله بعدل وأمن وسلام. لم يكن يجار على اليهودي في شيء، ولم يكن يغصب على شيء. بل على العكس من ذلك أو أكثر من ذلك، اقرأوا في التواريخ. أحيانا كان اليهود فيما بينهم يتخاصمون فيطلبون ان يحكم بينهم رسول الله صلى الله عليه واله، لماذا؟ لانه يعلمونه عادلا. يتخاصم يهودي مع مسلم، تخيل وهذا موجود عندنا في رواياتنا ايضا موجود. يهودي يتخاصم مع مسلم يتسمى بالاسلام. اليهودي يقول: اجعل بيني وبينك رسول الله. ذاك اللي اسمه مسلم يقول لا اجعل بيني وبينك فلان اليهودي هذا اللي اسمه اليهودي منه اللي اسمه المسلم هذا منه عثمان بن عفان هذا للعلم ليش يدري نفسه مبطل مو على حق ما يريد رسول الله يكون حاكم يحكم بينهم ما يريد رسول الله قاضي فاليهودي كان من هذه الجهة أشرف من عثمان يقر بعداله رسول الله صلى الله عليه واله وينزل على قضائه وحكمه. نتيجه جرت الاحداث التي تعلمون وغدرت يهود غدروا نقضوا ما كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه واله من مواثيق فماذا جرى؟ جرت الحرب والمعركه. هذه المقدمه التي اقدمها لكم تتصل بما سبق في تلك المحاضره نحن نتعايش ولكن لا يعني ذلك اننا نتراجع عن حربنا التي نشنها على العقائد والمبادئ الفاسده على الافكار الهدامه فإذا تركنا وظل الأمر كلاما بكلام لا نسل سيفا ولا نقبل بمعركة بل من يجرنا إلى معركة من أوساطنا نقف بوجهه لا نسمح له نقول الكل يتعايش ولكن إذا لم نترك اذا سل اعداؤنا علينا سيوفهم اذا لم يقبلوا بهذا التعايش اذا ارادوا ان يخنقوا حركتنا يكتموا انفاسنا يستعبدونا يستعبدوننا يطغون علينا يمنعوننا من حريتنا في عرض ما لدينا ومناقشه ما لديهم ونقد ما لديهم اذا صادروا حقوقنا اذا منعونا من حريتنا اذا سلبوا منا كرامتنا اذا سلبوا منا مقدساتنا فنحن حين ذلك لا نجد بدا الا ان نفعل ما فعله رسول الله صلى الله عليه واله ونقول اهلا بالمعركه تريدون معركه اهلا بالمعركه ما تريدون تتفاهمون ماذا نصنع وياكم تقتلني تذبحني تفجر تغدر تدمر المقدسات تصادر الحريات تضطهد تظلم تسجن تسفك دماء انا ما اقدر الا ان اقاومك واستعمل القوه الرادعه لك الى ان يهيمن الاسلام والاسلام عندنا هو ماذا هو التشيع والتشيع عندنا هو ماذا هو الرفض الرفض للطغيان هذا هو مبدأنا على سبيل المثال هذا مثال معاصر نحن نتعايش معه بسلبية هذا النوع من التعايش ليس مما يقره الإسلام هذا النوع من التعايش هذا التعايش السلبي الذي لا يقره الإسلام ولكن مع الأسف نحن اعتدنا واستمرأنا هنالك سلطة محتلة أو سلطة احتلال. هذه السلطة تسمى سلطة آل سعود. سلطة احتلال هذه. جاءت هذه السلطة تشكلت من مجموعة من العصابات الاجرامية تغذيها الفكرة أو يغذيها المذهب الوهابي المتحجر المنحرف المنسلخ من الانسانيه الى الوحشيه المذهب الوخابي يربي اتباع على ان يصبحوا وحوشا يسلخهم من الفطره الانسانيه هذه السلطه سلطه احتلال جاءت قبل عقود واستولت على مقدسات المسلمين في مكة المكرمة في المدينة المنورة هدمت آثار رسول الله صلى الله عليه واله وحولت بيته الشريف إلى دورات مياه هذا تعد هذه حرب ما هي مشكلتنا مع الصهاينة؟ فعلوا ذات الشيء الذي فعله آل سعود الصهاينه جاءوا تمددوا في فلسطين واستولوا على مقدساتنا الاسلاميه في القدس الشريف فنحن نحاربهم ولنا الحق في ان نواجههم كما يواجهون هم من بداوا الحرب هم من بداوا المعركه آل سعود وسلطتهم ومن معهم هكذا الذي يطرح ان علينا ان نتعايش فنتناسى يعني نتناسى بيت رسول الله ونقبل بالواقع المرير ان بيت رسول الله صلى الله عليه واله صار دورات مياه ان البقيع الغرقد صار بالوضع الذي ترون أن ضريح النبي الأكرم صلى الله عليه واله صار بالوضع الذي ترون بحيث مفروض عليه حصار إرهابي يمارس الاضطهاد على المسلمين إذا ما ذهبوا إلى نبيهم صلى الله عليه واله لزيارته المسجد الحرام الخطبة التي يخطب بها في المسجد الحرام خطبه تقطر ارهابا وكراهيه وتحريفا وتزييفا لتعاليم الاسلام هذا الوضع غير شرعي ما نقدر نتعايش وياه هذا ما يصير تعايش المعتدي لا بد من كنسه لا بد من اسقاطه مشكله الطرف الاخر هي هذه لا يبقون التنازع والبغضاء بعد التسليم من بعد التسليم بانه قدر الله علينا احنا نتباغض هذا شيء معلوم تكلمنا عنه في المحاضره السابقه فلا نعيد طيب احنا خلي نحصر هذا التنازع والاختلاف والبغضاء والشنآن خلي نحاول نحصره في دوائر فكريه كلاميه جدليه بحته أما في الواقع الخارجي إن أسس مجتمعات مدنية تحفظ حقوق الجميع بما لا يمس بحق أحد الكل يتعايش لنا ما, علي لنا ما لكم وعليكم ما علينا هذا هو حالة من العدالة حالة من المساواة ولو النسبية يعني حتى نقدر نتعايش حتى لا نحس احنا مظلومين ولا انتم تحسون انتم مظلومين وانا دائما اذكر هذا المثال اقول مثلا انتم كما لكم الحق في ان تصلوا جماعه في المسجد الحرام احنا هم لنا حق لازم نصلي جماعه في المسجد الحرام هذا بيت الله عز وجل للجميع كلنا محكومون بحكم الاسلام أي كلنا معدودون على الأقل في دار الدنيا على أننا مسلمون حكمنا الإسلام صحيح لو لا أنت مسلم وأنا مسلم في دار الدنيا هكذا خلص فإذا كلنا سواء كلنا لنا الحق في أن نتعبد كما نشاء ونقيم مراسمنا العبادية وشعائرنا الدينية كما نشاء لا تظلمون ولا تظلمون هذا مبدأ يقره كل البشر تحترمه كل المبادئ الانسانيه اما انت تريد ان تصادر انت تريد ان تهيمن فقط لا هذا لا يمكن فإذا اذا من جر الامر الى معركه فلا بد ان نرحب بالمعركه لا ان ننكس ونتراجع بدعوى الخوف من الفرقه بدعوى الخوف من الاقتتال والحرب الطائفيه الى ما هنالك من دعاوى فارغه انما وراءها ان نركع هذا الذي يراد هذا مثل واحد يقول لشعب محتل مسلوب الاراده يقال له انت لا تقاوم الاحتلال لا تقاوم الصهاينه لماذا؟ من اجل التعايش المشترك حتى لا تقع حرب طائفيه، حتى لا تقع حرب اهليه مثلا هذا مبدا خطا هذا لا يقره احد كل البشر الاسوياء يقولون بحق المظلوم في أن يقاوم ظالمه بلد من البلدان فيه شعب نسبة من الشعب مثلاً عشرين بالمئة قامت هذه النسبة من الشعب واستولت على الحكم بالقوة خلافاً لإرادة الشعب الثمانين بالمئة هل من العدل أن يمنعوا من مقاومة هذه النسبة من الشعب بدعوى الخوف من الحرب الأهلية لا أحد يقول بذلك لأنه هذا اللي عشرين بالمية هذا جاء وصادر إرادتي ما إلى حق يستولي على الحكم بالقوة لازم يؤخذ رأي الشعب لا أقل أكثرية الشعب أما هو يأتي يستولي بالقوة هكذا تصير الأمور كأنها غابة الحكم للأقوى هذا ليس حلا فتخيل أن يقال لهؤلاء الثمانين بالمئة أن كفوا عن محاولاتكم لإسقاط هذه الحكومة لأن هذا يستتبع اقتتالا داخليا وحربا أهلية هذه دعوه باطله لابد ان نسمي الاشياء بمسمياتها ايها الاخوه لانه المشكله هي هذه كل خطوه نحن نخطوها من اجل ان نتقدم نحن الشيعة من اجل ان نقيم الدين من اجل ان نحرر المقدسات من اجل ان نحرر انفسنا من اجل ان ندعو الى ائمتنا عليهم الصلاه والسلام من اجل ان نمهد لظهور امامنا المنتظر كل خطوه نخطوها في هذا المجال تواجه بهذه الدعاوى الفارغه التي يراد منها تنويم الامه الشيعيه تضعيف الامه الشيعيه اضعاف الامه الشيعيه تنكيس راية التشيع بدعوى ماذا؟ بدعوى أنه لا تنجروا إلى المعارك، لا تنجروا إلى الاختلافات، لا تخرق الوحدة، هذا غير صحيح، كما أن علينا أن نتعايش مع حالة الاختلاف والتنازع والبغضاء كذلك علينا ان نتعايش فيما لو لا سمح الله ان جر الامر الى معارك بينيه على الواقع على الشارع لا سبيل لنا الا هذا، اما ان نتراجع وننهزم فهذا اثم عظيم اعاده الشرعيه ارجاع حكم الاسلام لا يكون بلا معركه، لا يمكن. الذي جرى منذ يوم السقيفه انقلاب، انقلاب على حكم الاسلام، انقلاب وقع، انقلاب اسود. نحن من 1400 سنه نعاني من اثار هذا الانقلاب، لازم نصحح الوضع. لا بد يصير تصحيح لرأس الهيمنه الاسلاميه في زماننا ما يصير يهيمن على امه الاسلام اليوم الوهابيه ما يصير ما يصير يهيمن على الامه الاسلاميه اليوم البكريه ما يصير الذي يهيمن على الامه الاسلاميه شيء واحد منهج ال محمد هذا الذي نحن نسعى اليه هذا هو هدفنا هذه هي غايتنا المشروعه المثلى هذا الذي يجب ان نتجه اليه تصحيح الوضع وضع انقلابي لا بد ان تعود الشرعيه من جديد مقدسات الاسلام يجب ان تكون محكومه بالاسلام الحقيقي إسلام أهل البيت صلوات الله عليه الأمة الإسلامية يجب أن يكون الصوت العالي فيها هو صوت الموالين لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام وعلى هذه قس سائر الأبعاد سواء كانت أبعادا سياسية اجتماعية إعلامية اقتصادية أيا تكن لا بد أن نكون نحن الأعلى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إمامنا المهدي صلوات الله عليه من جملة ألقابه الشريفة ماذا صاحب اليد العليا اليد العليا يد إمامنا هي العليا ونحن يدنا تابعة ليد إمامنا ويد إمامنا تابعة ليد الله عز وجل ولا بد أن تكون يدنا هي العليا نحن الذين نهيمن الآن هل هذا الفصل الثاني من كلامنا في هذه المحاضرة التفتوا جيدا هل في تعاليم ائمتنا عليهم الصلاه والسلام ما يشجع على قبول المعركه في هذا السبيل لان الاطراف المنحرفه البتريه والغافله كذلك تروج لشيء اخر انه ينبغي المحافظه على الوحده كما هي المهم كان الهدف المقدس هو الوحده والمنع من خرقها لانها تجر اقتتالا، لانها تجر ما يعكر صفو الامن والسلام فلا حق لاحد في ان يتحرك في هذا الاتجاه وانتم تعلمون انهم دائما يسوقون المبادئ المغلوطه التي تعلمتم الان بعد هذه الجولات بحمد الله تعالى من المحاضرات والخطابات انها انهم انما يسوقون باطلا بعناوين شرعيه صحيحه. عنوان شرعي صحيح اللي هو التقيه ولكن يسوقونه ماذا؟ باطلا يطبقون التقيه في غير مواردها مثلا التقيه يريدون منها ان تعطلك، ان تجمدك، ان تضعفك، ان تنهزم، ان تستكين، ان تذل ما هذه هي التقيه التي امر بها الائمه الاطهار. عليهم الصلاه والسلام. فنحن علينا اذا لكي يتاصل هذا الذي نقول الليله علينا كذلك ان ننظر جيدا في تعاليم ائمتنا عليهم الصلاه والسلام في الروايات الشريفه لنرى هل انهم رحبوا بمثل هذه الحاله بل وتعايشوا معها وقبلوا فيها واسهموا فيها ام لا التفتوا جيدا يقول الله تبارك وتعالى في سوره هود عليه السلام ولو شاء ربك لجعل الناس امه واحده ولا يزالون مختلفين الله يقول يقول هذا قرار يعني هذا قضائي وقدري خلص انا قضيت ان يبقى البشر مختلفين دائما لو شئت لجعلتهم أمة واحدة ولكن أنا لا أشاء ذلك طيب لماذا؟ لما يا رب لا تشاء أن تجمعنا نحن الناس تصير وحدة لماذا؟ لأنه إن فعل فمعنى ذلك أنه قد جبر يجبر غير المؤمن على أنه يصير شنو؟ مؤمن يجبر غير المسلم على أن يصير مسلم يجبر غير الشيعي على أن يصير شيعي ما يصير؟ الله عز وجل جعل الدنيا دار الاختيار الإنسان يختار اختار الكفر له أن يكون في دار الدنيا كافرا خلص ويرزق من الله كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك يرزق في الدنيا يوصل في الدنيا لما يشاء يريد يصير حاكم أكبر قوة في الأرض أوباما الآن حاكم أكبر قوة في الأرض كافر يمكن أن مرتد لأنه أصوله إسلامية كيف خلص أما في الآخرة شيء آخر ولو شاء ربك لجعل الناس امه واحده ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمه ربك لاملأن جهنم من الجنه والناس اجمعين هذه الايه الشريفه تفيدنا ماذا؟ ان القضاء الالهي قضى بان يختلف البشر على الدوام ولا يزالون مختلفين. زين الا من رحم ربك وهذه في ال... في تفاسير اهل البيت عليهم الصلاه والسلام المراد بإلا من رحم ربك هم الشيعه. طبعا الشيعه الحقيقيين لانه انت اذا تشوف اللي يسمون نفسهم شيعه هالايام ما شاء الله بينهم اختلافات كثيره ويكفر بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا صحيح فهؤلاء ليسوا كلهم مرحومين ناجين التفتوا لا يغيب عن ذهنك ما نقلته لك من حديث امامنا امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام انه ثلاثة عشر ثلاث عشرة فرقة من الثلاث وسبعين تنتحل مودتنا وولايتنا اهل البيت، اثنتا عشرة منهم في النار وواحدة هي الناجية، يعني انت لازم تفتش في الوسط الشيعي ما يسمى بالوسط الشيعي، لازم تفتش عن اثني عشر، تقسمهم ثلاثة عشر فرقة، اثني عشر في النار ذولة. دولة مع المخالفين إلى جهنم وبئس المصير بس واحدة ناجية هاي الواحدة الناجية هي التي إلا من رحم ربك عرفت شلون هذه فقط اللي الله رحمهم فجعلهم يتبعون أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في كل شيء لا يحيدون عنهم بشيء أبدا لا يستوردون مبادئ الغير أفكار الغير يسوون دين هجين، مذهب هجين. شوية من التشيع ياخذون وشوية من البكرية ياخذون يخطوهم سوى يقولون هذا تشيع. شوية من التشيع وشوية من الصوفية. شوية من ابن عربي. شوية من ما ادري اي مذهب او اي, أو أي اتجاه كان يخطوا يسوون دين هجين. لا هذول من الفرق الضالة. خلص. وموجودين تعرفوهم الان موجودين ولهم مراكزهم ولهم منابرهم اعاذنا الله واياكم منهم في تفسير هذه الايه الكريمه نقرا في تفسير العياشي عليه الرحمه انه سئل علي بن الحسين عليهما السلام عن قول الله ولا يزالون مختلفين. قال عليه السلام: عنا بذلك من خالفنا من هذه الامه. هذول اللي يظلون مختلفين من خالفنا اهل البيت، بينهم دائما خلافات. عنا بذلك من خالفنا من هذه الامه وكلهم يخالف بعضهم بعضاً في دينهم. قد واحد هنا يقول إحنا حتى هاي الفرقة الثالثة عشرة اللي المفروض تكون مرحومة هو هؤلاء هم بينهم خلافات ولكن اختلافات اجتهادية يعني مثل بين المراجع مثلاً اختلافات موجودة. نعم هذه الخلافات خلافات في ماذا في الفروع. اما في الاصول في الدين بما هو دين يعني اركان الدين اصول الدين لا خلاف. هنا الامام عليه السلام يقول وكلهم يخالف بعضهم بعضا في دينهم وهذا ينصرف الى اصول الدين مو الخلافات المذهبيه الاجتهاديه المعتاده بسبب الاستنباط الفقهي مثلا. يقول عليه السلام وأما قوله إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم فأولئك أولياؤنا من المؤمنين ولذلك خلقهم من الطينة الطيب زين هذه الآية تفيد ماذا؟ قضاء الله باستمرار الاختلاف الى ظهور الامام عليه الصلاه والسلام. وان المراد هو اختلاف هذه الامه. نعم لا يختلف المرحومون وهم الشيعه حقا لا منتحلوا التشيع. لا يختلفون. زين هنالك ايه اخرى اشد دلاله. عن الواقع الذي قضى الله عز وجل بتحققه ما هذه الايه هذه الايه في سوره البقره يقول سبحانه تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض شويه امل منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس هنا التفت ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. الآية الأولى ماذا قال؟ ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين، هنا دلالة أشد، الله تعالى يقول ولو شاء الله ما اقتتلوا اذا الاختلاف الذي قضى الله عز وجل به على هذه البشريه هو ذلك الاختلاف الذي يجر في كثير من الاحيان الى الاقتتال اي اقتتال بين المسلمين والكافرين، لا لا بين نفس المسلمين. الاقتتال الديني الداخلي، لان الايه تتحدث عن من؟ عن الذين اقتتلوا بعد انبيائهم. موسى يذهب فيقتتل المؤمنون بموسى. عيسى يذهب فيقتتل المؤمنون بعيسى. رسولنا صلى الله عليه واله يذهب فيقتتل المؤمنون به من بعده حرب اقتتال ديني داخلي ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد الرسل من بعد ما جاءتهم البينات يعني اقيمت عليهم الحجج جاءتهم المعاجز البينات جاءتهم النصوص القاطعه ولكن ماذا صنعوا؟ اختلفوا. ولكن اختلفوا فمنهم من امن، منهم من مضى على الشرعيه، تعاليم النبي الذي رحل مضى عليه، مضى على هذه التعاليم، مضى عليها بكل قوه، لم يتزحزح ومنهم من كفر، جحد. قال لا ما اقبل. وصيه النبي ما يقبل. ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا مرة أخرى يؤكد ولكن الله يفعل ما يريد الله أراد الاقتتال ماذا نصنع نحن ماذا بيدنا تقول هذا الاقتتال كان فقط للأمم السالفة وأمتنا مرحومة معصومة من هذا الاقتتال هذا أمر يكذبه الواقع الخارجي بعد رسول الله اقتتلوا أم لا أصحابه ماذا جرى بعد رسول الله في هذه الأمة من نكبات من حروب أهلية حروب داخلية حروب طائفية وما زالت هذه الحروب إلى اليوم هذا الذي يجري الآن في المنطقة هذا كله من تداعيات الانقلاب الذي حصل في سقيفة بني ساعدة ففتح باب الاقتتال على هذه الأمة لأنه صار الحكم لمن غلب. ما التزم المسلم بوصية نبيه؟ نبيهم قال سلموا مقاليد الأمور لعترة أهل بيتي. ما سلموا، فماذا حصل؟ كل واحد طمع بالسلطة وكل واحد يريد شنو إسقاط النظام وهو هم يصير وبعدين هم يطلعون جماعة آخرين هم يسقطون النظام وهكذا دواليك، هكذا على طول دائما. قتل بعد قتل، وحرب بعد حرب، ونظام بعد نظام، والبيان رقم واحد، وهوسه. وما نخلص. ولا راح ترتاح البشريه، ولا امه المسلمين، الا بالفعل يسلمون مقاليد الامور للذي عينه رسول الله. الان اكو حاكم شرعي موجود، بس مستتر. الامه لا تريد تسليم الامور اليه. في تفسير هذه الآية في سورة البقرة نقرأ هذا الحديث الشريف الذي أخرجه شيخنا الكليني عليه الرحمة والرضوان في الكافي الشريف عن عمرو بن أبي المقدام عن أبيه قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أي الإمام الباقر إن العامة يزعمون أن بيعة أبي بكر حيث اجتمع الناس كانت رضا لله جل ذكره وما كان الله ليفتن امه محمد صلى الله عليه واله من بعده شوف المنطق هذا شوف منطق شنو الوحده الاجتماع اجتمع الناس على ابي بكر فالله بعد لازم يرضى الله يريد الوحده المهم الوحده بعد المهم الاجتماع هذا نفس منطق هؤلاء شوف نفس على مرمى حجر ترى ها نفس المنطق يأتي ليدينك في مسارك هذا المقدس الذي تريد به إسقاط القداسات الزائفة يدينك بماذا؟ بأن الأمة قد اجتمعت أنتم ليش تنقبون في الماضي؟ ليش تنبشون الماضي؟ لما تعيدون حروب الماضي؟ نفس المنطق خلاص الله رضى والمهم كذا ومثل ما قال قائلهم ولاية علي بن أبي طالب ثمن بخس للوحدة الإسلامية نضحي ولا عبد يعني شنو يعني لازم إلا يعني نرفع شعار أشهد أن عليا ولي الله حتى إذا الخصم يريد يقتلنا ويصير اقتتال وحروب لازم نتخلى عن أشهد أن علي ولي الله خير إن شاء الله إيش صار بيها يعني هو تخلى عن إمامته هو ما فرض نفسه لأنه كان المهم عند ماذا وحدة المسلمين وقام وصار وزيرا لأبي بكر وعمر واحد من الدعوتية إجاني قبل سنوات قال لي بصريح قال أنا أعتقد أنه الإمام علي وزير كان لأبي بكر وعمر وزير وحتى عبر تعبير آخر قال كان مستشار وزير الدفاع تفضل شو مسخره مسخره مع اي عقول انت تتكلم ناس ما ادري من اي قمامه فكريه خرجوا سبحان الله انه يعني هو شيء يفسر يفسر لولا علي لهلكهم عمر على هذا تفسير المغلوط هو يعني صار امير المؤمنين مستشار عند عمر يعني هالشكل مهزله عدم استيعاب لا للتاريخ لا للقران لا للاحاديث فهم اللي هكذا يداس على ولايه امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام من اجل وحده باطله كاذبه شيطانيه هكذا نصنع الى هالدرجه احنا ولايه ائمتنا رخيصه يعني عندنا هذا منطق هؤلاء نفس المنطق الذي نقله ابو المقدام للامام الباقر عليه السلام منطق العامه شوف قارن ان العامه يزعمون ان بيعه ابي بكر حيث اجتمع الناس كانت رضا لله جل ذكره وما كان الله ليفتن أمة محمد صلى الله عليه وآله من بعده يعني ماكو بعد افتتانات وحروب إلى آخره وهالمشاكل بحيث تخرق ما كان عليه الإجماع وكأن هذا الإجماع فتنة إنه هذا هو مؤدى الكلام إنه هذا الإجماع ليس فتنة الله ما يفتنا إحنا فما دمنا اجتمعنا فقد اجتمعنا على هدى اجتمعنا على ابي بكر خلاص بعد مش علينا بعلي احنا مع انه لم يكن هنالك اجماع كما تعلمون ولكن هذا هو ما يعني هذه التعب التعبئه الاعلاميه البكريه المستمره عبر القرون الى اليوم ان ابا بكر محل اجماع عمر محل اجماع اجمع المسلمون يقول لك اجمع المسلمون على امامته كلام بطالي هذا شوف الإمام عليه السلام ماذا يجيبه يجيبه بالقرآن سلاح القرآن يبطل كل معتقد فاسد فقال أبو جعفر عليه السلام أما أو ما يقرؤون كتاب الله أوليس الله يقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم انقلاب ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين، ما يقرؤون هذه الايه لا يتدبرون في هذه الايه الى ماذا تشير الى ماذا كان يشير الله عز وجل في هذه الايه؟ يشير الى انه سيقع انقلاب ابو المقدام يجيب الامام عليه السلام يقول: فقلت له انهم يفسرون على وجه اخر، وهذه مشكلتنا مع المخالفين على الدوام، انه الايات الكريمات يفسرونها ماذا؟ على وجه اخر، حتى يخرجوا انفسهم من الفخ، يقول لك هذه الايه نزلت في معركه احد، شنو ربطها بسقيفه بني ساعده؟ وين رايحين انتم؟ تجيبه تقول نزلت في معركه احد بناء على ماذا؟ الم ينقلبوا في معركه احد؟ اقرا السير اقرا التواريخ المشركون صارت لهم الدائره على المسلمين فطلعت اشاعه انه قتل رسول الله صلى الله عليه واله فماذا قال اصحاب النبي؟ هذا موجود في تواريخهم قالوا قتل محمد فارجعوا الى دينكم الاول يعني شنو صار؟ انقلاب ارتداد زين الله عز وجل انزل هذه الايه لبيان ماذا؟ ان هؤلاء الذين تسمونهم اصحاب رسول الله عندهم استعداد داخلي للانقلاب ام لا؟ عندهم استعداد داخلي والدليل هو ما وقع في معركة احد وثم الله يؤكد يقول افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم رجعتم القهقرة ارتددتم صار ارتداد عن الدين اذا لم يكن هنالك استعداد في نفوسهم فنزول هذه الآية اللغو والله عز وجل منزه عن الله حين تضم هذا الى الاحاديث المستفيضه التي رواها المؤالف والمخالف عن رسول الله صلى الله عليه واله انه يحذر من الانقلاب يحذر اصحابه من الانقلاب يقول لهم لا الفينكم ترجعن بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض هذه احاديث معتبره عند المخالفين حين تضم هذه الاحاديث الى هذه الايه الكريمه تفهم ان الله عز وجل كان يحذر من انقلاب حتمي يقع بعد رسول الله صلى الله عليه واله انقلاب حتمي ابو المقدام يقول الى الامام الباقر عليه الصلاه والسلام انهم يفسرون على وجه اخر يبعدون هذه الدلاله عن الايه فالامام عليه السلام يجيبه بايه اخرى حتى يصك بها جباه أهل الخلاف أهل العامة إلى إما عليهم السلام منطقهم القرآن فقال أوليس قد أخبر الله عز وجل عن الذين من قبلهم من الأمم أنهم اختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات حيث قال وآتينا عيسى ابن مريم البينات وايدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من امن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد الله ما انزل هذه الايه وليس الله يقول هذا ايضا وهنا يعلق الامام الباقر عليه السلام بقوله يقول: وفي هذا يستدل به على ان اصحاب محمد صلى الله عليه واله قد اختلفوا من بعده فمنهم من امن ومنهم من كفر. الامام الباقر يكفر جمعا من اصحاب رسول الله. يقول مثل ما حصل في الأمم السابقة يحصل في هذه الأمة. هذه آية تتحدث عن المشيئة الإلهية. ليست محصورة بما جرى في الأمم السابقة، لا لا حتى في أمتنا يقع. والإمام الباقر بصريح العبارة يقول، يقول نعم من أصحاب محمد صلى الله عليه واله من كفر يعني ارتد يعني انقلب زين وبعدين هؤلاء قد اختلفوا ولو شاء الله ما اقتتلوا الاختلاف يجر في كثير من الأحيان إلى ماذا؟ إلى الاقتتال والفعل هذا حصل معركة الجمل اقتتال اقتتال بين جبهة الشرعية وجبهة المرتدين بقيادة عائشة جبهة الكفار، مو أنا الذي أقول مولانا أمير المؤمنين عليه السلام قال إنهم كفروا. واستدل بهذه الآية عينها. اقرأ في كتاب الاحتجاج للعلامة الطبرسي. اقرأ في كتاب الأمالي لشيخ الطائفة، أمالي شيخ الطائفة الطوسي عليه الرحمة والرضوان. هذه الرواية العظيمة. التي تحكي لك قصة عن فصل من فصول معركة الجمل. شنو صار؟ في الجزء الاول من الاحتجاج الصفحة 248 عن الاصبغ بن نباتة او نباتة قال: كنت واقفا مع امير المؤمنين عليه السلام يوم الجمل فجاء رجل حتى توقف بين يديه فقال المعركه دائره وصياح وقتل وسفك دماء، واحد من الرجال من جيش امير المؤمنين عليه السلام جاء وتوقف بين يدي امير المؤمنين. شوف ماذا قال؟ قال يا امير المؤمنين كبر القوم وكبرنا وهلل القوم وهللنا وصلى القوم وصلينا فعلام نقاتلهم كلنا مسلمين هذا نفس منطق المؤتمرات التقريبيه انه احنا نصلي صلاه واحده، قبله واحده، كتاب واحد، نبي واحد، رسول واحد نفس المنطق يقول على شنو نقاتلهم؟ هم يقولون الله اكبر احنا بنقول الله اكبر هم يقولون لا اله الا الله احنا نقول لا اله الا الله هم يصلون خمس صلوات احنا نصلي خمس صلوات احنا معركه بين الصفين نقاتل اخواننا على من نقاتلهم اذا لانه شوفوا هالاجواء تاثر هذا كان على وشك الانحراف هذا لولا ان انقذه الله بامير المؤمنين عليه السلام هذا على وشك هذا يمتنع عن الحرب هذا شنو أروح أقتل إخواني أسوي حرب أهلية ليش وأنا ده سمع يقول الله أكبر يعني مسلم أخي المسلم هذا ليش أقتله لماذا أتقاتل وإياه غاب عن ذهني أن هؤلاء بغات بغات يعني شنو يعني من يحاول إسقاط الشرعية الشرعية متمثلة بمن بأمير المؤمنين عليه السلام هؤلاء بغات قاموا من اجل ماذا؟ اسقاط امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام. عائشه وضعت جائزه لمن ياتيها براس علي. قالت من ياتيني براس علي فله هذه البدره بدره من دراهم او دناني جوائز يخلي مفهوم البغاة عندنا يختلف عن المخالفين ترى. التفتوا أيها الإخوة البغاة عندنا كل من خالف الإمام ولو كانوا أهل الأرض جميعا يعني نفرض الإمام هو الوحدة بس هو هو واحد وكل أهل الأرض ستة مليارات إنسان كلهم ضد هؤلاء بغاة كلهم المفهوم عند المخالفين البغاة من؟ الأضعف الذين يريدون الاستيلاء على السلطة بعد استيلاء الأقوى عليها عرفتوا شلون؟ يعني دائما الأضعف الأقوى جاء هذا استلم السلطة سوى انقلاب واستلم السلطة صحيح كل علماء البكرية يفتون بوجوب طاعته طاعة ولي الأمر ما عليك من ذول اللي هسه طالعين لك هالايام ديمقراطيه ودستور وحقوق انسان وما ادري استفتاء شعبي وما استفتاء شعبي هذا كله حكي هذا هذا كله تمرد على القوانين والمبادئ البكريه الاصيله مبادئ البكرية الأصيلة حسب المذهب البكري تطيع للسلطان أيا كان خلص هذا صار سلطان صار حاكم صار ولي أمر زين قامت جماعة رادت ماذا تخرج عليه يقولون هؤلاء بغاة يجب قتالهم الحكم الشرعي تروح تستفتي هذا شيخ إمام المسجد مثلا الجامع يقول لك هاي باغي هذا هذا بغاة يريد ماذا أحداث الفتنة شق عصا الطاعة شق عصا المسلمين الى اخره وهذا يبغي على ولي الامر فلا بد ان تنصر ولي الامر في قتال هؤلاء زين صارت ظروف ولي الامر طاح حظه مثل حسني مبارك هذول تولوا فهؤلاء من يتولون يصير هؤلاء ولاة الامر حاكمهم يصير ولي امر وما عداه من باغ فكلش فرصة حلوة الحكم لك إذا أنت ثائر إذا أنت خارج تريد اسقاط حكم؟ الى عتبه باب القصر انت حكمك لابد ان تقتل حسب المذهب البكري، بس تتعدى العتبه تدخل القصر تقعد على كرسي الملك تصير انت امير المؤمنين واجب الطاعه. وما عداك ماذا؟ يجب ان يقتل، يتبدل 180 درجه هالشكل. دائما هكذا. كلش لطيف هذا المذهب المطاط. يتشكل دائما حسب الاجواء. قال يا امير المؤمنين كبر القوم وكبرنا وهلل القوم وهللنا وصلى القوم وصلينا فعلام نقاتلهم؟ فقال امير المؤمنين عليه السلام على ما انزل الله عز وجل في كتابه، احنا نقاتلهم على ما انزل الله. يعني وان طائفه من المؤمنين اقتتلوا لا 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 مو هذا فقال يا امير المؤمنين ليس كل ما انزل الله في كتابه اعلمه فعلمنيه علمني خلا افهم فقال علي عليه السلام ما انزل الله في سوره البقره قال يا امير المؤمنين ليس كل ما انزل الله في سوره البقره اعلمه فعلمنيه فقال علي عليه السلام هذه الايه تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض فمنهم منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات واتينا عيسى ابن مريم البينات وايدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يقول أمير المؤمنين عليه السلام بعدما استشهد بهذه الآية لذلك الرجل قال فنحن الذين آمنا وهم الذين كفروا يعجبك يعجبك ما يعجبك أيها البتري اضرب راسك بالحائط أمير المؤمنين يكفر عائشة وجندها؟ نعم قال نحن الذين آمنا وهم الذين ماذا؟ كفروا فقال الرجل كفر القوم ورب الكعبة ثم حمل فقاتل حتى قتل رحمه الله الله أنقذه راح استشهد في سبيله صار ما عنده بعد شك ان القوم قد كفروا نعم القوم قد كفروا زين شويه اطلنا عليكم نختم بهذه الروايه المهمه تتذكرون اخواني في تلك المحاضره جئنا بروايه شيخنا الصدوق عن سلمان عليه الرضوان انه جاء في وصيه النبي الاكرم صلى الله عليه واله لامير المؤمنين عليه السلام قوله صلى الله عليه واله فان وجدت عليهم اعوانا فقاتل من خالفك بمن وافقك وان لم تجد اعوانا فاصبر وكف يدك، احفظوا هذا. حتى تعرفون ليش امير المؤمنين بعد سق... انقلاب سقيفه بني ساعده ما قاتل، اراد ان يقاتل. اعلن النفير، اعلن الجهاد، ما وفوا، ما جاؤوا، ما حصل العدد الكافي، عدد العده المطلوبه أربعين رجلا ما توفر، توفر سبعه. ما توفر الكل. فامير المؤمنين عدل الى الكف. اذا اصل حركه امير المؤمنين كانت ماذا؟ القتال للسلطة الغاشمة، هذه سلطة انقلابية جاءت سلطة السقيفة. ومن جاء بعد هذه السلطة؟ يعني سلطة أبي بكر. الحكم الأولي هو جهادها، لابد أن تجاهد تسقط. طيب ما عندنا قوة، ما عندنا إمكانات. شنو نسوي؟ يتعطل هذا الأمر مؤقتا إلى أن ماذا؟ تتوفر العدة المطلوبة فبس يتوفر هذا الشرط يصير عينا علينا واجبا أن نسقط هذه السلطة جاءت سلطة عمر نفس الشيء جاءت سلطة عثمان نفس الشيء في أواخر سلطة عثمان توفرت العد جاءوا لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام هو أمير المؤمنين يقول في نهج البلاغة لولا وجود الناصر لما مضمون ال... الكلام يعني وجود الناصر هو الذي جعل الوجوب عليه ان ينهض ويقاتل نعم قاتل صارت معركه الجمل قاتل صار معركه صفين قاتل صار معركه النهروان قاتل وبعد معركه النهروان امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام كان يسعى لمعركه رابعه تدرون هذا الشيء ام لا؟ اعلن الجهاد على معاويه في الكوفه، وكان ينادي كل يوم ينادي على المنبر انه ايها الناس تعالوا اخرجوا للجهاد حتى نزيح ابن آكله الاكباد، تعالوا ملوا من الحروب، ثلاث حروب كل سنه حرب مع هذا الرجل، احنا شلنا شغله بهالامور فذهبوا الى الدعه والراحه ومن هنا امير المؤمنين كان يتالم منهم يقول: ويلكم قد ملأتم قلبي قيحا يا اشباه الرجال ولا رجال اغزوهم قبل ان يغزوكم فانه ما غزي قوم في عقر دارهم الا ذلوا. ليش منتظرين؟ معاويه يجيكم، روحوا له. تعالوا وياي ما سمعوا الحكي لو كانوا سامعين الحكي هاي الحرب الرابعه شوف سبحان الله مقادير الله كيف تمشي كيف تسير هاي الحرب الرابعه لو صارت كان معاويه أهم يهلك الى جهنم وبئس المصير الحكم بعد يعني الاجواء تتصفى ولكن ما حصل هذا فاذا شرط العده النبي صلى الله عليه واله امر الامام عليه السلام قال له فان وجدت عليهم اعوانا فقاتل رسول الله يدعو للاقتتال الداخلي؟ نعم يدعو للقضاء على الطغيان والانحراف والا شنو تريد انه الشرعيه تتفرج على استلاب الشرعيه؟ على الطغيان؟ على تحريف الاسلام؟ فان وجدت عليهم اعوانا فقاتل من خالفك بمن وافقك وان لم تجد اعوانا فاصبر وكف يدك. الروايه تجدونها في تفسير القمي في تفسير قوله تعالى في سوره المائده قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. ماذا جاء في تفسير هذه الايه؟ جاء فيها تصريح من امير المؤمنين عليه السلام على انه رحب بحال الاقتتال وشارك فيه. حتى نفهم شلون نقدر احنا نصحح منهجنا. الروايه عن ضريس عن ابي جعفر عليه السلام قال: إذا كان يوم القيامة وحشر الناس للحساب فيمرون بأهوال يوم القيامة فلا ينتهون إلى العرصة حتى يجهدوا جهدا شديدا، اكو عرصة في يوم القيامة ساحة كبيرة ضخمة ما يصلون إليها إلا بعد جهد شج شديد الناس. يصلون الى هذا المكان. تخيل الان تلك الاجواء التي كلنا سنصل اليها يوما ما. كلنا ترى. ونشوف هاي المواقف. قال فيقفون بفناء العرصه، يعني امتدادات جوانب العرصه ماكو البشر كلهم يقفون بين يدي الرب الجليل. ويشرف الجبار عليهم وهو على عرشه. اشراف مجازي مو اشراف حقيقي حتى يكون بتجسيم والعياذ بالله لا اشراف مجازي فاول من يدعى بنداء يسمع الخلائق اجمعون اول نداء اول شخص ينادى به يهتف باسمه ذلك اليوم ان يهتف باسم محمد بن عبد الله النبي القرشي العربي <applause> اللهم صل على محمد <applause> ذاك اليوم هذا أول نداء لسيد الخلق هذا يهتف باسمه الملائكة تهتف باسمه شنو يصير قال فيتقدم حتى يقف على يمين العرش قال ثم يدعى بصاحبكم عليا عليه السلام ثاني واحد ينادى باسمه ويهتف باسمه فيتقدم حتى يقف على يسار رسول الله صلى الله عليه وآله ثم يدعى بأمة محمد صلى الله عليه وآله فيقفون على يسار علي عليه السلام شوف لاحظ احنا امه محمد صلى الله عليه واله بس وين نوقف يسار علي يعني احنا اتصالنا بمحمد بن عبد الله النبي القرشي العربي عن طريق هذا هذا خليفه الشرع هذا خليفه الشرع احنا متصلين به نوقف يمه هالشكل ثم يدعى بنبي النبي كل نبي من الانبياء وامته معه من اول النبيين الى اخرهم وامتهم معه فيقفون عن يسار العرش قال ثم اول من يدعى للمساءله القلم قال فيتقدم فيقف بين يدي الله في صوره الادميين فيقول الله هل سطرت في اللوح ما الهمتك وامرتك به من الوحي فيقول القلم نعم يا رب قد علمت اني قد سطرت في اللوح ما امرتني والهمتني به من وحيك فيقول الله فمن يشهد لك بذلك فيقول يا رب وهل اطلع على مكنون سرك خلق غيرك قال فيقول له الله أفلحت حجتك هذا القلم قال ثم يدعى باللوح فيتقدم في صورة الآدميين هذا كله ستشاهدونه حتى يقف مع القلم فيقول له هل سطر فيك القلم ما ألهمته وأمرته به من وحي فيقول اللوح نعم يا رب وبلغته إسرافيل فيتقدم مع القلم واللوح إسرافيل في صورة الآدميين فيقول الله هل بلغك اللوح ما سطر فيه القلم من وحي فيقول نعم يا رب وبلغته جبرائيل فيدعى بجبرائيل فيتقدم حتى يقف مع إسرافيل فيقول الله هل بلغك إسرافيل ما بلغ ما بلغ فيقول نعم يا رب وبلغته جميع انبيائك وانفذت اليهم جميع من تها الي من امرك واديت رسالتك الى نبي النبي ورسول رسول وبلغتهم كل وحيك وحكمتك وكتبك وان اخر من بلغته رسالاتك ووحيك وحكمتك وعلمك وكتابك وكلامك محمد بن عبد الله العربي القرشي الحرمي حبيبك اللهم صل على محمد وعلى المراسم الإلهية هكذا من القلم إلى اللوح إلى إسرافيل إلى إلى جبرائيل إلى الأنبياء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ويقول هذا آخر من أنا بلغته هو هذا النبي قال أبو جعفر عليه السلام فإن أول من يدعى من ولد آدم للمساءلة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله فيدنيه الله الله عز وجل يقول اقترب اقترب لأنه هذا مقام ما يوصل أحد هذا يقترب هذا قاب قوسين أو أدنى حتى حتى لا يكون خلق أقرب إلى الله يومئذ منه من هذا النبي فيقول الله يا محمد اللهم صل على محمد والله. هل بلغك جبرائيل ما أوحيت إليك وأرسلته به إليك من كتابي وحكمتي وعلمي وهل أوحى ذلك إليك فيقول رسول الله صلى الله عليه وآله نعم يا رب قد بلغني جبرائيل جميع ما أوحيته إليه وأرسلته من كتابك وحكمتك وعلمك وأوحاه إليه فيقول الله لمحمد صلى الله عليه وآله هل بلغت امتك ما بلغك جبرائيل من كتابي وحكمتي وعلمي؟ فيقول رسول الله صلى الله عليه واله: نعم يا رب، قد بلغت امتي ما اوحي الي من كتابك وحكمتك وعلمك وجاهدت في سبيلك. فيقول الله لمحمد صلى الله عليه واله: فمن يشهد لك بذلك؟ فيقول محمد صلى الله عليه واله يا رب انت الشاهد لي بتبليغ الرساله وملائكتك والابرار من امتي وكفى بك شهيدا، الابرار يشهدون. مو اي احد، الاشرار ما يشهدونها. الان الاشرار اذا يروحون يوم القيامه في هذه العرصه ويسألهم الله عز وجل أبلغكم رسول الله أن عليا من بعده وصيه وخليفته يقولون يقولون لا الأبرار يقولون نعم لاحظ فيشهدون لمحمد فيدعى بالملائكة فيشهدون لمحمد بتبليغ الرسالة ثم يدعى بأمة محمد صلى الله عليه وآله فيسألون هل بلغكم محمد رسالتي وكتابي وحكمتي وعلمي وعلمكم ذلك فيشهدون لمحمد صلى الله عليه وآله بتبليغ الرسالة والحكمة والعلم فيقول الله لمحمد صلى الله عليه وآله فهل استخلفت أمتك من بعدك من يقوم فيهم بحكمتي وعلمي ويفسر لهم كتابي ويبين لهم ما يختلفون فيه. التفت هنا الله قال ولا يزالون مختلفين زين الله حكيم يتركهم بس هالشكل مختلفين لو ينصب لهم علما يرجعون إليه لحل الاختلاف. أي عقلية غبية لدى أهل الخلاف إذ يقولون مع إقرارهم بهذه الآيات في كتاب الله أن الله قضى الاختلاف على البشرية أي عقلية متخلفة سخيفة تقول أنهم مع هذا الاختلاف الله نعوذ بالله يكون سفيها فلا يقيم لهم علما يحل الاختلاف لا بد من علم لا بد من حجة الله يقيم هذه الحجه حتى الاختلاف ماذا؟ ينحل الروايه الى هذا تشير ويبين لهم ما يختلفون فيه من بعدك حجه لي وخليفه في الارض فيقول محمد صلى الله عليه واله نعم يا رب قد خلفت فيهم علي بن ابي طالب اخي ووزيري وخير امتي ونصبته لهم علما في حياتي ودعوتهم الى طاعته وجعلته خليفتي في امتي واماما يقتدي به الائمه من بعدي الى يوم القيامه. زين. فيدعى بعلي بن أبي طالب عليهم السلام ثاني واحد من الآدميين يسأل فيقال له هل أوصى إليك محمد واستخلفك في أمته ونصبك علما لأمته في حياته وهل قمت فيهم من بعده مقامه فيقول له علي نعم يا رب قد أوصى إلي محمد صلى الله عليه واله وخلفني في أمته ونصبني لهم علما ونصبني لهم علما في حياته فلما قبضت محمدا إليك جحدتني أمته ومكروا بي واستضعفوني وكادوا يقتلونني وكادوا يقتلونني وقدموا قدامي من اخرته اناس انت يا رب أخ يا رب اخرتهم ابو بكر عمر عثمان هذول وين حتى يتقدمون على امير المؤمنين الامه الجاهله المنكوبه هذه قدمت هؤلاء على سيد الموحدين علي صلوات الله عليه وقدموا قدامي من أخرت وأخروا من قدمت أخروه ولم يسمعوا مني ولم يطيعوا أمري فقاتلتهم في سبيلك حتى قتلوني تعايش مع حالة الاقتلال علي اقتتال علي بن ابي طالب ام لا؟ بصريح العبارة يقول يقول قاتلتهم ترى هذول منو؟ أمة رسول الله المفروض طبعا عنوانا واسما أمة رسول الله لانهم جحدوا لانهم انكروا لانهم قاوموا الشرعية او بالاحرى حاربوا الشرعية فعلي بن ابي طالب يقول انا حاربتهم قاومتهم وقاتلتهم في سبيلك حتى قتلوني ومر عليكم من ذي قبل ايها الاخوه انه هذا عبد الرحمن بن ملجم لعنه الله هو عند اهل بعض اعلام اهل الخلاف مثل الشافعي امام الشافعيه المذهب الشافعي شو يقول عنه؟ يقول قتل عليا مجتهدا متاولا هذا مجتهد عن تدين قتل علي يقول ابن تيمية عن تدين يعني دينه حمله غيرته الدينية حملته على أن يقتل علي حتى تعرف أن هؤلاء مشتركون في دم علي مشتركون إذ يحاولون التماس عذر لجريمة هذا الشقي طلع العذر فقاتلتهم في سبيلك حتى قتلوني. فيقال لعلي: هل خلفت من بعدك في امه محمد حجه وخليفه في الارض يدعو عبادي الى ديني والى سبيلي؟ فيقول علي: نعم يا رب قد خلفت فيهم الحسن ابني وابن ابن وابن بنت نبيك فيدعى بالحسن ابن علي عليهم السلام. فيسال عما سئل عنه علي بن ابي طالب عليهم السلام قال ثم يدعى بإمام إمام وبأهل عالمه فيحتجون بحجتهم فيقبل الله عذرهم ويجيز حجتهم قال ثم يقول الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين